ابيك بموضوع، ابيك بموضوع. اخر شيء واحد بيتقدم لي؟ انت مو صدقك. لا العب معك، مو انا بكبرك حبيبتي، انا اتكلم جد. شوفي، طول ما انا بالجامعه راضه فكره الزواج، وحتى لما اتخرج، واذا بتزوج راح اختار اللي انا ابي، اللي بمزاجي انا. نعم، ايش قلتي؟ بمزاجك؟ يعني شلون؟ بتطلعين وتجيبي لي واحد من الشارع وتقولين هذا مزاجي؟ سمعي حبيبتي، هذا اللي متقدم لك، ولد اصل وفصل ومركز المالي والاجتماعي اعلى منه بوايد، انت تفهمي بس. دام ولد اصل وفصل، ليش ما تاخذين انت؟ شو ديوزلك؟ والله العظيم فوز. اوكي، لما انا حاشيك تحترمين نفسك، لاني انا اختك العوده، لا امسك لسانك واقص لك قص. ها صاير ايش فيكم؟ شن اجرى؟ اختك غصبت الدخل بحياتي، يا هي تقولي بتفرض علي؟ لا، لازم تتزوجين واحد ولد عائله ولد فلوس. شنو ياهل انا ولا مالي كلمه؟ حلام، شو الحكي اللي قاعد تقوله؟ يبا اختك هذه مجنونه، تبي تجيب لي واحد من الشارع وتقول انا اتزوجها بمزاجي، هذا كلام يا محمد؟ والله ما حد مينني بهالبيت غيرك انتي. سالفتكم؟ هذا موضوع تعلون صوتكم لاخر الفريج؟ ما تستحون على وجهكم انتوا ولا شنو؟ واحده تتحكم بالثانيه، والثانيه ما تعرف توزن كلامها. ايش تبون انتوا؟ ايش تبون؟ تبون واحد يربيكم الجديد؟ متى تصيرون اوادم؟ ايش في هذا؟